السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نركز مع بعض في حلقة النهاردة لأنها بجد كنز لأي شخص حابب يربح من الإنترنت ومش عارف يبدأ إزاي. لو عندك قناة يوتيوب وعاوز تستهدف الأجانب وتزود أرباحك من قناة اليوتيوب وتتصدر نتائج البحث بسهولة وتحصل على آلاف المشاهدات بشكل مجاني تماماً، لو انت طالب وبتسجل المحاضرات وبتضيع وقت كبير في تبييض وكتابة المحاضرات، او لو عاوز تزود دخلك وتربح الاف الدولارات عن طريق مواقع الفريلانسر وتعمل تفريغ صوتي للفيديوهات ترانسكريبت وتربح منها، او لو انت شغال في ترجمة الفيديوهات الاجنبي وعاوز افضل واسرع طريقة تترجم عن طريقها الفيديوهات، البرنامج بيمكنني ان احول كل الكلام اللي في الفيديو او الملف الصوتي لكتابة مرافقة للكلام بين قوسين ترانسكريبت بنفس لغة الفيديو او الملف الصوتي. الترجمة التلقائية للكتابة لاكتر من لغة، تحويل الكتابة المترجمة اللي حصلت عليها عن طريق البرنامج لكلام فويس اوفر دبلجة بصوت معلق اجنبي، رفع الفويس اوفر للفيديو تلقائي عن طريق البرنامج مقبول ضمن سياسة حقوق الملكية الخاصة على اليوتيوب وعلى المنصات المختلفة زي الفيسبوك وديليموشن. أقدر عن طريقه أخلي الترجمة جزء من الفيديو نفسه، مرتبطة بالفيديو مش منفصل عنه. دي واجهة البرنامج، هتلاقي القوائم الأساسية اللي هنتعامل بيها على شمالك وهتلاقيها موجودة تحت هنا. نقدر من أد أكاونت نضيف قناة اليوتيوب او اكاونت الفيسبوك او اكاونت الدروب بوكس عشان لو حابين اننا نرفع الفيديوهات اللي اتعمل ليها سبسكريبشن او اللي تمت دبلجتها واضافة التعليق الصوتي ليها بلغة اجنبية نرفعها بسهولة عن طريق البرنامج. عشان نبدأ هنضغط اد كامبين ونبدأ نكتب اسم الحملة او الفيديو اللي عاوزين نشتغل عليه هنا، وليكن مثلا learn the describe first واقول له submit. بتظهر لي هنا كل الحملات او الفيديوهات اللي اشتغلت عليها، هضغط start. اول خطوة هتلاقي كلمة upload a file باللون الازرق، يعني دي الوحيدة اللي متفعلة اللي هتشتغل وتفتح معايا، هضغط عليه. بيقول لي هنا select a video file، اختار الفيديو بتاعك. لو الفيديو موجود على الجهاز عندك هتختار file upload، ولو هو فيديو على اليوتيوب وعاوز تشتغل عليه هتحط لينك الفيديو هنا، والبرنامج هيتكفل ويحمل لك الفيديو على جهازك وبعدين يشتغل عليه. ويفضل انه لو على اليوتيوب تحمله بنفسك عشان تحمله بجودة عالية، علشان لو هتعمل له دبلجة او تعليق صوتي او تخلي الترجمة جزء منه وتعيد رفعه يكون موجود بجودة عالية. الفيديو اللي انا هشتغل عليه اوريدي موجود على الجهاز، فهضغط هنا فايل ابلود وبعد كده براوز وبعدين اختار الفيديو واقول له اوبن، وبعدين تختار لغة الفيديو نفسه، ودي مهمة جدا عشان لو اخترت لغة تانية غير لغة الفيديو هتحصل مشكلة في الترجمة، والبرنامج بيدعم اكتر من لغة واكتر من لهجة. هنا مثلا هتلاقي اللهجة الامريكية، هتلاقي اللهجة الهندية، هتلاقي اللهجة البريطانية، هتلاقي اللهجة الاسترالية. الفيديو بتاعي باللهجة الامريكية فاختار English US وبعدين اقول له submit، وبعد كده بضغط على get transcript generate the transcript. بيقول لك هنا احنا استخرجنا الكلام او الصوت من الفيديو وبعتناها لخدمة امازون الخاصة بتحويل الكلام لكتابة، وظهرت هنا علامة بيقول لي processing، وهتلاقي الترس ده شغال، ده معناه ان جاري تنفيذ المهمة. وعشان تعرف الوضع ايه هتضغط على task، دي الحملة بتاعتي، هتلاقي العلامة دي ظهرة ودي معناها processing، يعني جاري تنفيذ العملية، جاري المعالجة. هتستنى لحد ما تتحول لعلامة الإعجاب وتبقى completed. هتلاقي هنا ظهرت لك رسالة success، يعني تمت المهمة بنجاح. هتختار أي قائمة وليكن مثلا قائمة upload a file، وبعد كده ترجع لتاسك مرة تانية هتلاقي العلامة، هتلاقي يعني من الآخر هتعمل refresh للصفحة، هتلاقي علامة الصحة دي طلعت معاك وتمت العملية بنجاح. هنرجع للكامبينز عشان نشوف احنا عاوزين ايه من الحملة او الفيديو بتاعك. هتختار الحملة
او الفيديو بتاعنا ونضغط ستارت. هتلاقي كل دول اتحولوا باللون الازرق، يعني تقدر تشتغل عليهم وتاخد منهم الداتا اللي انت عاوزها. وطبعا ابلود اتقفلت بقت باللون الاحمر، خلاص انت اوريدي رفعت الملف واوريدي حصلت على الترانسكريبت بتاعه. اول خطوه عندنا هي المراجعه اليدويه للترانسكريبت علشان تعالج اي اخطاء بسيطه هتلاقيها. هنضغط ريفيو ترانسكريبت. زي ما انت شايف تم تحويل كل الكلام لكتابه. تقدر تراجع كل جمله بتظهر لوحدها على حده وتعدل عليها لو في اي اخطاء بسيطه. ولو ضغطت هنا هتظهر لك الترجمه المرافقه زي ما انت شايف كده، وهتقدر تسمع الصوت وتعدل على الكتابه براحتك. تعالوا نجرب كده مع بعض. زي ما انت شايف هو بيقف عند نهاية الجملة، تقدر تسمع الجزء ده بس. وطبعا الترجمة تمت بدقة بنسبة 100%، مفيش اي اخطاء نهائي. وارد ان تحصل بعض الاخطاء نقدر نعالجها بسهولة. بعد ما بنعدل الكلام وبنطبق الكلام مع الصوت بنبدأ نضغط سيف. عشان هتحتاج التعديلات دي في الخطوات اللي جاية. وبعد كده تعمل باك. ونبدأ نضغط على Make SRTS. ومن هنا نقدر نحصل على ملف بصيغة SRT اللي احنا هنقدر نرفعه على اليوتيوب علشان نضيف السبتايتل بتاع اللغة بتاعة الفيديو اللي احنا بنتكلم بيها، او لأي لغة انا محتاج اضيفها وتكون موجودة على الفيديو على اليوتيوب. مثلا انا محتاج السبتايتل بتاع الفيديو بنفس اللغة، اللغة الانجليزية، بضغط هنا English. وده الترانسكريبت اللي احنا عاوزين نحصل عليه، واقول له جو. هو ده الترانسكريبت اللي احنا كنا شايفينه من شوية. تقدر تعمله داونلود عشان تبدأ ترفعه على اليوتيوب مباشرة، او تخليه مرفق للفيديو بتاعك. اي حد بيتفرج على الفيديو يقدر يشغل الترجمة المرافقة بتاعة الفيديو، وتقدر تسيفه هنا. ولو انا عاوز السبتايتل بلغة تانية غير اللغة بتاعت الفيديو الاصلي، يعني لو انا عاوز اترجم الفيديو ده من اللغة الانجليزية للغة العربية، بضغط Make SRTS تاني وبختار الترجمة للغة العربية وبقول له جو. زي ما انت شايف كده تمت الترجمة بدقة شديدة جدا. ولو ضغطنا على اي جملة في المستطيل بتاع اي جملة هيظهر تحت النص الاصلي بتاع الفيديو اللي انا بترجم منه، اقدر اراجع الترجمة واعدل فيها بسهولة. لو ضغطت هنا كده هيظهر لي الجملة دي اللي هي تبع الترجمة دي، اقدر ابص عليها وابدأ اطابق الترجمة وابدأ اعدل في الترجمة براحتي خالص. وبالتالي اقدر احمل الترجمة العربية بتاعة الفيديو وارفعها بسهولة على اليوتيوب. وبعد كده بنضغط سيف. بعمل باك. ولو حابب ان اخلي الترجمة جزء من الفيديو وارفع الفيديو على اليوتيوب وهو جواه الترجمة بتاعته مرفقة بيه، وده مفضل في حالة انك هتستهدف الاجانب، بضغط سبتايتل فيديو. وبقدر اختار اي لغة انا عاوزها تكون مرفقة بالفيديو، سواء كانت لغة الفيديو الاصلي اللي هي اللغة الانجليزية، او اي لغة انا اختارها. يعني مثلا انا محتاج اعمل ترجمة للفيديو ده اللي هو باللغة الانجليزية للغة العربية، وبقول له جو. وبقدر من هنا اراجع. لو انا ما كنتش راجعت قبل كده اقدر اراجع الترجمة واتأكد. لو ضغطت على المستطيل ده هيظهر لي الترجمة بتاعت النص الاصلي، اقدر اراجعه بسهولة شديدة. ولو ضغطنا هنا نقدر نعمل تشيك بحيث نتأكد من حجم الكلام، ولو مش مناسب وصغير بنقدر نكبره من هنا. طبعا ده اللون الاسود اللي موجود هنا نقدر نعدله ونخليه اي لون. ونقدر نتحكم في الفونت سايز، في حجم الخط ممكن نكبره شوية لو هو صغير، ونقدر نختار الفونت بتاع الخط لو حابين. وما ننساش نعمل سيف عشان الشغل بتاعنا يتسيف. وبعد كده نضغط جنريت فيديو. يبقى هيبدأ يولد لك فيديو جديد السبتايتل مرفق بيه، الترجمة بتاعته مرفقة جوه الفيديو نفسه، معمول لها تضمين جوه الفيديو. جنريت فيديو ونبدأ نسيفه في اي مكان. بتظهر علامة اللي هو جاري المعالجة، جاري التنفيذ، والترس بتاعنا بيظهر.
ونقدر نتأكد من الحالة من هنا كده. نروح للتاسك ونشوف، هتلاقي العلامة بتاعت الترس والعلامة دي شغالة معانا، يبقى هو جاري تنفيذ العملية. طبعا الموضوع بياخد وقت عشان يبدأ ينتج لك فيديو جديد خالص مرفق بيه الترجمة كأنك بتسمع فيلم أجنبي بالظبط. نجحت العملية، هنعمل ريفرش، هنروح لأي خانة كده ونرجع تاني للخانة بتاعتنا، والفيديو بتاعي اوريدي اتفتح معايا. تعالوا نشوف مع بعض الفيديو. وزي ما احنا شايفين كده اصبحت الترجمة جزء من الفيديو، متضمنة جوه الفيديو. وطبعا هو بيحفظه لك في المكان اللي انت اخترته قبل كده، وتقدر تشيك عليه وتشغله من هنا مباشرة، هيجيب لك المكان بتاعه ويفتح لك الفيديو. ونقدر نعمل دبلجة للفيديو او تعليق صوتي voice over بصوت ولد او بنت، سواء بلغة الفيديو الاصلي او باي لغة انا احددها. هنضغط voice over، اختار من هنا اللغة اللي عاوز اعمل بيها تعليق صوتي voice over. وليكن مثلا عاوز اعمل دبلجة للعربي، الفيديو ده اصلا انجليزي، عاوز دبلجة باللغة العربية. واقدر احدد من هنا الصوت بتاع الدبلجة سواء كان ذكر او انثى، بس طبعا هنا اللغة العربية مش مدعمة غير واحدة اسمها زينة، صوت واحدة بس. ومن هنا تقدر تحدد هل يكون السبتايتل الاجنبي اللي هتتم منه الدبلجة، طبعا هو هنا اللغة العربية اللي موجود، ظاهر في الفيديو ولا لا. وبعد كده تسيف الملف وتضغط جنريت فيديو. نسميه مثلا فويس اوفر عربك على سبيل المثال، ونقول له سيف، ونستنى لحد ما يخلص. بدأت هنا العملية والترس بتاعي بدأ يشتغل. نروح هناك للتاسك نشوف ايه الاخبار، لسه جاري التنفيذ. هتلاقي هنا سكسس، نجحت العملية. هتبدأ تنشط التاسك بتاعتك، هتلاقيها فعلا نجحت، وهتلاقي الفيديو بتاعك بدأ يشتغل معنا. تعالوا مع بعض نشوف كده الفيديو واخباره ايه، ونشوف المفاجأة الكبيرة بتاعتنا اللي معانا. حسنا يا شباب، لذلك من خلال الدرسين المقبلين هنا سأعرض لك بالضبط كيفية تنزيل مقطع فيديو وتحريره. وإلى المزيد من مقاطع الفيديو سأريكم كيفية القيام بذلك، أو إذا كنت ترغب فقط في عمل تجميع سأريكم كيفية. سأذهب إلى كيفية تنزيل الفيديو، وللقيام بذلك يتعين علينا أولا العثور على مقطع فيديو، وبمجرد انقر فوق مشاركة، وبعد ذلك سيكون الرابط هناك، ويمكننا فقط النقر فوق نسخ ونسخه إلى لوحة القصاصات الموقع لت... زي ما احنا شايفين تم الفويس اوفر والتبلجة والتعليق الصوتي بدقة شديدة جدا وبصوت طبيعي جدا اقرب ما يكون للواقع. واخيرا لو حابب ارفع الفيديو بتاعي اللي انا عملت له سبتايتل او فويس اوفر، هبدأ اضيف القناة اللي عاوز ارفع عليها او اكاونت الفيسبوك او حساب الدروب بوكس. بروح هنا اد اكاونت، هفترض اللي انا عاوز اضيف قناة اليوتيوب، هبدأ أكتب الجيميل بتاعي أو الميل، هبدأ أكتب الباسورد ساين إن. طبعا هو هنا عامل أنا مسطأة ثنائية، يعني أنا خلوهم يبعتولي رسالة على الفون. هنا بيقول لي تحقق من أنه حسابك لأن طريقة الدخول مختلفة، فعادي مفيش مشكلة، هعمل لهم رسالة نصية، هيبعتولي رسالة على الفون بتاعي هكتبها ووافق على الشروط بتاعتهم وأقدر، وبكده يبقى أنا قدرت أضيف القناة بتاعتي وكذلك اكاونت الفيسبوك وكذلك حساب الدروب بوكس. وبعد كده هيقول لي please wait while browsing history is deleted،
وتظهر القناة بتاعتي اللي انا ضفتها. بعد كده بختار ابلود فيديو، سيلكت كامبين، هختار الكامبين اللي عملتها وليكن مثلا الكامبين دي، هبدأ اختار منها الفيديو اللي انا اشتغلت عليه، اللي انا عملت له سبتايتل او اللي انا عملت له دوبلاج. هبدأ اكتب عنوان الفيديو والديسكريبشن والتاجز، واختار قناة اليوتيوب بتاعتي اللي انا لسه رفعها وليكن مثلا القناة دي، ولو حساب واكاونت الفيسبوك بتاعي لو عاوز ارفعه على صفحة الفيسبوك او حساب الدروب بوكس، وبعد كده بضغط ابلود هيتم رفعه على الثلاثة مرة واحدة. شكرا والسلام عليكم.